بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات مادة تاريخ الأردن، ألا وهو الحديث عن معركة الكرامة. نقول طلابي معركة الكرامة معركة تعد نقطة تحول مهمة في الصراع العربي الإسرائيلي بعد حرب حزيران 67، وحيث أحرز الجيش العربي الأردني أول نصر عربي على الجيش الإسرائيلي الذي حاول العبور إلى الأردن في 21 من آذار عام 68. وهناك هجوم إسرائيلي على الأردن، وكان من أربعة محاور: المحور الأول المثلث المصري عن طريق جسر الأمير محمد جسر دامية، يليه مثلث الشونة الصلب جسر الملك حسين، ويليه مثلث عمان الشونة عن طريق جسر الملك عبد الله، ومن ثم عن طريق غور الصافي باتجاه طريق الكرك. هذه الاتجاهات الأربع طلابي كان لها أثر كبير ومغزى وهدف من أجل الوصول إليه. نقول طلابي أن الملك الحسين وجه رحمه الله كلمة هنأ فيها جنود الجيش العربي بانتصارهم، وقال فيها: كانت الأسود تربض في الجنبات على أكتاف السفور وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن، وتفجر زئير الأسود، الله أكبر. المعركة تركت أثارا نفسية مهمة تمثلت برفع معنويات الإنسان العربي والأردني خاصة وإعادة ثقته بنفسه. أدى فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق مقاصده إلى تحطيم أسطورة التفوق العسكري لإسرائيل ومقولة الجيش الذي لا يقهر. في حرب تشرين عام 73 قررت مصر وسوريا استعداد الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران التي تحدثنا عنها في 67، فأعدتها خطة عسكرية للقيام بهجوم مفاجئ في 6 تشرين عام 73، مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادها. فاستطاعت القوات المصرية تدمير تحصينات خط بارليف الذي أقامته إسرائيل، وبذلك تكون قد تقدم الجيش العربي المصري السوري والأردني في معركة الكرامة وفي غيرها من المعارك على إسرائيل في حرب تشرين وحزيران ومعركة الكرامة. هذا طلابي مجمل الحديث، سيكون لنا حديث ولقاء آخر بحول الله عن القدس والهاشمية.